واحد بيقول إن كنا سنصير قديسين في الأبدية وليس الآن، فلماذا يقول الكاهن في القداس الإلهي القدسات للقديسين، ولماذا يقول بولس سلم على القديسين؟ القديسين بمعنى الذين تقدسوا في المعمودية وفي الميرون إلى آخره، لكن مع ذلك ما زالوا تحت الحروف وممكن انهم بيغلطوا. فالانسان ساعة المناولة ما بيتقدمش المناولة الا وهو تائب، في حالة التوبة بتغفر ليه الخطية ويقف امام الله كقديس نسبيا، لكن ممكن بعد المناولة ما يخطئ تاني، يعني ما بياخدش عصمة، بياخد قوة لكن لا يأخذ عصمة، وبياخد خلاصا وغفرانا للخطايا. يعني ما تقوليش بس خلاص على الصليب، ما احنا بنقول على المناولة يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه، لكن برضو ما زلنا نخطئ وما زلنا في الجسد ومعرضين للسقوط. القداسة التي بلا احتمال خطية هي في الأبدية. يعني جايز دلوقتي يكون واحد ماشي في حياة من القداسة ولكن عرضة للخطية وجايز يخطئ، لكن في الأبدية لا توجد خطية. وفي سفر الرؤيا يقول لك لا يوجد خطية في الأبدية. ومع ذلك صاحب السؤال، أنت بتتناول، هل تعتبر نفسك قديس؟ يعني تيجي بتقول أنا قديس والهالي إن كنت تقدر عليه. أنت بتحاول تسلك في طريق القداسة، وساعة المناولة بتقول خلاص يا رب، وبعد شوية تقع وتقوم زي ما بيقول عن الصديق النبي.